سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا التتمه، يعني الجزء الثاني ديال الفيديو. غادي نطرقوا للطريقه ديال الروتي. دونك كنتمنى تكملوا الفيديو باش تعرفوا بعض الاسرار كيفاش تطيبوه وكيفاش تقطعوه وما يتفرتتش لكم ان شاء الله. بالنسبه للروتي، دونك غادي ندير الروتي معمر بالكفته والكبده. هنايا عندي ثلاثة ديال القرفة ديال الروتي. هادو كتاخدو النص ديال الحولي ديال الفوق اللي كتكون فيه العنقرة والضلعة، ها هو كيفاش كيكون. دونك كينقيه ليكم الجزار من هادوك الضليعات، من دوك العظيمات ومن السنسول، وكيبقى بحال ما هكا على هاد الشكل هذا، ها هو. دونك هذا هو اللي غادي نعمرو، غادي يتعمر وغادي يجي بحال ما هكا، يتعمر بحال ما هكا. دونك هنا عندي ثلاثة ديال الطروفة. بالنسبة للكفتة عندي كيلو ونص، دونك كنستعملو نص كيلو في الواحد. والكبدة عندي هنايا كيلو، كيلو نقسمو عليهم حساب 350 غرام الواحد. بالنسبة للتوابل، دونك كنحتاجو الملحة والبزار، هادي العطرية ديال الكفتة المطحونة والحبوب، وهنايا عندي سميتها هادي معلقة صغيرة ديال المروزية ومعلقة صغيرة ديال العطرية ديال القديد، هادي اختيارية. صافي، وشوية ديال الثومة غبرة وشوية ديال البصلة غبرة، هادشي اللي غنحتاجو في التوابل. وبطبيعه الحال غنحتاجو الخيط باش غادي نلفو هاد الروتي ديالنا. دونك كيتباع في السوبر مارشي على هاد الشكل هذا، وهذا انا عطاه ليا الجزار، دونك عطاه ليا هو هذاك اللي كيخدمو به الجزار هذا. وفي الاخر غادي نحتاجو الشحمه ديال الدواره، هي فاش غادي نلفوه قبل ما نصيفطوه للفرن. دونك ندوزو دابايا للطريقه. الكفته ديالتي ها هي، غنتبلها شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، العطريه ديال الكفته، شويه ديال الثومه، شويه ديال البصله. غادي ندير شويه من هادو شويه شويه من كل حاجه. صافي، وغادي نعجنوها. دونك هانا الكفته ديالتي، ها هي صافي عجنتها. دونك غادي نخليها، ونفس الشيء غنديروا الكبده. حتى هي غادي ندير لها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه من هاد التوابل ديال الكفته. صافي، هادشي اللي غادي ندير في الكبده. الكبده ها هويا غطلبوا من الجزار ديالكم انه يقطعها لكم بحال ما هكا، شرائح رقيقه وطويله بحال ما هكا، حيت هذه غادي نديروها يعني لا الكفته ولا الكبده، غادي نديروهم خضرين وسط من اللحم. دونك بالنسبه للحم ديالنا، فكناخذوا واحد منديل بحال ما هكا ورقي، وكنشفوهم مزيان، انا هكا صافي، انا راه نشفتهم. كنبداو نتبلوهم، دونك غادي نديرو الملحه، البزار،
شويه ديال الثومه، شويه ديال البصله، شويه من العطريه ديال القديد، شويه من العطريه ديال المروزيه، وشويه من هادو ديال الكبده ديال الكفته اللي هكا دايرين هادي اللي حبوب. صافي غادي ناخذ الثلث ديال الكفته وغادي ندير الشرائح ديال الكبده. غنغطيو معطيني بشويه ديال الكفته. صافي وغلويه بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نبدا نفيلي فيه، دونك انا تنكملهم كاملين عاد باش غادي نبدا ندوز لهم الخيط ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك ها الاول ها هويا وندوزو الباقي. دونك بالنسبة للتلفاف دونك حنا كنلويو وكنزيروه مزيان، دونك كناخدو الخيط غادي ندوزوه من هنا من التحت وغنجيو لهنا وغنعقدوه. غادي تبعوا معايا المراحل وغادي تقدروا تصيبوه غير راسكم، اللي خافت تديه الجزار تعمروه تديه الجزار هو يلفوا ليها. دونك كتشد هكا هانتي هكا كتخشيه هكا وغادي تدخليها هكا. صافي ها هي تصيري ها هي العقدة ياك. نعاودو عاوتاني هكا من هنا هكا ونخشيوه. صافي كنبقاو غادي بهذه الطريقه هذه حنا كنزيرو ونقادو.
ها هو يا جمعناه صافي. دونك ما تخافوش منه، راه غير المهم غير عقدوه وعقدوه، حيت غادي نديروه في ورق الطبخ، غنلفوه في ورق الطبخ ومن بعد غنلفوه في بابي الومنيوم عاد باش غادي نصيفطوه للفران. بالنسبه للفران دونك الا كنتو غطيبوه في الدار فراه هو راه كيشد شويه الوقت، يعني غتعولوا على 5 سوايع 6 سوايع، سينو الا كنتو تصيفطوه للفران ديال الزنقه احسن لانه كيطيبو مزيان. حتى في الفران ديال الزنقه راه كياخذ من بين واحد 4 سوايع 5 سوايع باش يجي طايب على خاطرو ويجي فتي ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك دابا هي غادي ندوز للثاني حتى هويا، دونك انا غادي نعاودو معاكم. كندوزو من التحت من هنا ونعقدو. نتمنى تكون واضحة لكم الطريقة. بالنسبة لواحد المعلومة، هو يا خاصو يطيب ويبقى يبرد، خاصو حتى يبرد عاد باش يمكن لكم تقطعوه، سينو راه كيتفرتت. دونك خاصكم ديروا بحساب بان خاصو يطيب ويبرد تقطعوه عاد باش ديك الساعه تعاودوا تسخنوه وتقدموه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هويا ثلاثة ديالنا، ها هويا غادي ندير لهم واحد رشيشة ديال الملحة والبزار. دابا غناخد الشحمة ديال الدوارة ديال الغنمي وغادي نلففهم فيها. دونك الشحمة كتخليه يجي فتي، كتخلي هذوك اللحيمات كيجيو فتيين وكيطيبوا بحال كتشد عليه الصهد ما كتخليش يكرم وكتجيو كيجيو اللحيمات فتيين صافي غير بحال ما هكا بحال بولفاف بولفافه كبيره. صافي هكا ها هما يا بثلاثه بهم. دونك دابا غادي نجبد الورق ديال الطبخ وغادي نعاود نلففهم فيه ونديرهم في بابي الومنيوم صافي ونصيفطوهم للفرن ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك انا دازت بابي الومنيوم وغندير فوق منه ورق الطبخ.
صافي بحال ما هكا صافي غنكملهم كاملين ونصيفطوهم للفرن ان شاء الله. دونك نتلاقاو من بعد ما يطيبوا باش نوريكم كيفاش غادي نقطعوهم ونخليوهم حتى يبردوا يطيبوا يبردوا نقطعوهم عاد باش نعاودوا نسخنوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك نتلاقاوهم فيما بعد. الان بعد ما جبناهم من الفران فانا خليتهم حتى يبردوا، دونك كنحيدوا ليهم هذاك الخيط كامل يعني كننقيهم من الخيط وغنقطعهم دي ترونش وغادي نديرهم في لاطا وندخلهم الفران يسخنوا وياخذوا واحد اللون ذهبي ونقدموهم بالصحه والراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نصايبوا لاصوص ديال الشامبينيو بالكريم فريش، فكناخذوا واحد الاناء كنديروا فيه شويه ديال الزبده، كنديروا لي شامبينيو طريين ديالنا اللي مقطعين بهذا الشكل، كنشحروهم مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. ملي كيتشحروا لينا كنضيفوا ليهم لا كريم فريش ديال الطبخ ديالنا، غير كيتبخوا واحد شويه صافي، وكنطفيو عليهم باش نقدموهم مع الروتي ديالنا. الخضره اللي هادو الخضره اللي رافقت معاه بالنسبه لي شود بروكسل وبالنسبه للبروكولي واللوبيا فانايا درت الماء يغلى مع شويه ديال الملحه وضفت ليهم كاس ديال والماس باش كيبقى هاد اللون ديالهم مزيان، ومني كيتسلقوا فكنديروهم في الماء بارد متلج باش يحافظوا لينا على اللون. من بعد سوطيتهم مع شويه ديال الملحه والبزار والسودانيه وشويه ديال القزبر وشويه ديال الخل، هذه البطاطا الصغيره والخيزو. دونك هادو هما الخضار اللي انايا استعملت رافقت بهم الطبق ديالي. الطبق النهائي ديالنا هو هذا، فانايا درت الروتي الوسط طريفات ديال الروتي الوسط ودرت في الجناب الخضر يعني دوك اللي سلقنا وسوطيناهم، ومن الفوق ديال الروتي فانايا درت شويه ديال لاصوص ديال الشامبينيون. دونك نتمنى يعجبكم هذا الطبق هذا وتقدموه للضيوف ديالكم، صدقوني كيجي طبق راقي شي حاجه راقيه وشي حاجه اللي زوينه وكتحمر الوجه. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الثالث والاخير باذن الله تعالى. دونك ما تبعدوش خليكم معي.